أوجه رسالة لإخواني المشهورين وإخواني الفنانين وإخواني طبعاً من كل شرائح هذا المجتمع اللي نافعين هذا المجتمع الحمد لله بفنهم وبعطائهم، إنهم يسيرون ويون ناحية الأشياء الخيرية هذه ويساهمون، وإنهم يكونون موجودين وليس أن يكون مكان بس يعني بدعوة خاصة، أنهم يكونون في قاعات الحفلات والتخريج والتكريم. تكريم الإنسان وتكريم الفنان لازم يكون في أرض الواقع، وأنه يكون يشتغل في مثل هذه الأمور. تيشيرت ميديم لازم. مبروك. شكرا. عمل الخير بالذات يعني وبالأخص مو مقتصر إن الواحد يعمل الخير ويعمل الخيمة ويعمل الشغلات هذه والحمد لله رب العالمين يقول عمل الخير، لا، عمل الخير إنك تساعد الفقير، تساعد المحتاج، تساعد العامل، تساعد نفسك، تساعد وترسم البسمة للأطفال، يشوف الأطفال شو يبغونهم، هذا عمل الخير.